قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا بكم وعيد سعيد مبارك علينا وعلى أمتنا وعلى المؤمنين والمؤمنات والذاكرين والذاكرات شرقا وغربا، وعلى الإنسانية كافة. وما أرسلناك يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحمة للعالمين. فإن كان جمعنا واحتفالنا في هذا اليوم المبارك السعيد لا زال يؤمن برحمة المحمدية ويفعل بها مع بعضه البعض في علاقته الروحية والشرعية والسياسية والتجارية والتربوية، لأن الرحمة المحمدية جاءت للكون كافة. وعدوا للخلق كافة فإن لم يؤمنوا فللعرب كافة، فإن لم يؤمنوا فلقريش كافة، وإن لم يؤمنوا فلعبد المطلب، وإن لم يؤمنوا فلنفسه. الرحمة المحمدية تجلت كما يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه، تجلى جمال الذات وكذا نور الصفات في مرآة الكائنات. إن شئت أن تلقى عليك الخير الكلمات لا إله إلا الله. كنا أوصينا جميعا الإخوة فقراء وفقيرة ذاكرين وذاكرات أن يقروا وليفكروا وليفسروا كتاب من كتب الشيخ العدوي ملزمة صغيرة فيها 21 صفحة فقط، ولكن لها وزن وقدر عظيم، لأنها أتت لتذكرنا وتنبهنا وتسعى حتى بواطننا وضميرنا يقتبس ويغذي روحه ونفسه بهذا الكلام العجيب الطيب التي في زماننا هذا رجع مفقودا. وكلامه غير مفهوم، شغلتنا أولنا وأهلنا فاستغفرنا، ولا دخل معك. هذا الإنسان اللي هو كتب هذا الملزمة هو الشيخ العدوي رضي الله تعالى، وسمها أن موجود التريد في خالص التوحيد. وكانت محاضرة صديقة في هذا المكان هذه الفية تقريبا في 27 من رمضان، وجاءوا إخوة من جامعة مستقل اختصاصيين في الفلسفة والروحيات، وعطونا درس في هذا الكتاب. لمحة على كل حال، لأن هذا الكتاب يطلب وقت ويطلب أن الإنسان يكون متمكن ومحتاج
ومشتاق وإلى ربك فرغب، تكون عنده رغبة. والآن رغبته لا في شيء آخر، ماشي في هذا الكلام أو في هذا المعاني والأسرار الذي أتى لنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل السلسلة كافة إلى الشيخ العلوي قدس الله أرواحهم أجمعين. إن الشيخ العلوي يقول: من بحار الجبروت قد ظهرت نقطتي، تلونت بالناسوت وسبي ملكوتي. شكون يقدر يفسر لنا هذه الكلمات؟ من بحار الجبروت، ما معنى الجبروت؟ أين هذا عالم الجبروت؟ قد ظهرت نقطتي، هذه النقطة اللي يتكلم عليها. تلونت بالناسوت أي بالعالم الإنساني، هذا محسوس بالموس، راكم نشوفوا في بعضنا البعض ونسمعوا بعضنا البعض. الوعي هذا شيء آخر، ربما نسمعوا، السمع موجود ولكن الوعي قليل. اسمعوا وعوا، والسمع هو أول شيء الجوارح تعطي للإنسان. الجني في بطن أمه يسمع أمه إذا بكت أو ضحكت. السمع هو أول شيء أعطاه الله للجني في بطن أمه، يسمع الموسيقى، يسمع الذكر، يسمع الهلالة، يسمع التكبير، ويسمع الكلام الآخر، كلام السوء وكلام اللي هو لابد يعقر فيه وهو في بطن أمه، لم يخرج لعالمنا هذا، ما زال في بطن أمه. ثم السمع، قال الله سبحانه وتعالى في حقه: سمعنا مكان السمع كانت الطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الناس اللي سمعت المنادي، إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن. السمع به الإنسان يعرف، به الإنسان يدرك، به الإنسان يعرف الغير، الغيرية، من أنا ومن غيري، من أنا ومن أين، من أنا ومن خليقي. هذه النقطة اللي تكلم عليها الشيخ العلوي: من بحار الجبروت قد ظهرت نقطتي، تلونت بالناسوت وسر الملكوت. كيفاش الآن اليوم يقدر الإنسان يفسرها ويعرفها ويدركها بأي طريق، بأي أسلوب، بأي تربية، بأي تعليم؟ لأن النقطة هي أصل الأصل، منها ظهر وبرز الوجود، فما بيننا وبين النقطة سفر طويل بعد في الحال والوقت اللي رانا فيه. نقطتنا
غابت عنا. الآن نحن مشغولين بشيء آخر، شغلتنا أموالنا وأهلنا فصل فينا. ولذلك الورد نتاعنا جا بداية نتاع الاستغفار، الأوراق، الطريقة الشمالية، الدرة القومية العالمية بدايتها استغفار. إذا الغفلة، الغفلة، ولكن شوفوا كلمة النقطة ماذا تعني؟ إلى بدنا الخروج، ما صدتش واحد الكلمة، النقطة هي ما ظهرت لكمش. نطقة شو بلا تبدل شي حرف فيها؟ لكن نفس الحروف. النطقة نقطة، أي تنطق تنطق، هي بداية النطق. الحرف إذا أردنا أن نكتب الآليف نبدأ بنقطة، وإذا أردنا أن نصور الأرض، شوف الوسع بتاع الأرض، دائرة، نبدأ بنقطة وتعاود نرجعوا للنقطة بدايتها نهايتها، ظاهرها باطنها. النقطة ليس لها حدود، ليس لها طول، ليس لها عرض، ليس لها عمق، ليس لها قرب، ففيها كل حركة، كل ما شئت موجود في النقطة. إذا كان تعلقنا بالنقطة في ذكرنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف: إن للمرء همة لو تعلقت بالكون لجد. كيف هذه الهمة؟ ما هي هذه الهمة اللي هي تجلب وتجلب الكون كله؟ هي نقطة. إلى ذلك النقطة ترجع أنت الكون، العالم الصغير والعالم الكبير فيها، الماكروكوسم والميكروكوسم مجموع فيها، اللي هي أصل أصل. هذه لغة يفهمها البعض. دونك أنا نتكلم واحد اللغة لهذا للمفهوم عند عامة الناس. رفعوا الله عليكم غير باش نشوف شحال واحد منكم راه عنده هذاك الهاتف النقال. رفعوا يديكم وشوفوا شحال واحد عنده الهاتف النقال هنا. عندكم تكون تخدموا به، تعملوا به، تكلموا معه، تكلموا به. إذا كنتوا ما تعرفوا شيء واحد المكان ولكن عندكم العنوان بتاعه، تقول بغيت نمشي من مستغانم ربما للصحراء
بلاد الصحراء كرزاز الزاوية تاع كرزاز تديروا في التليفون ديروا العنوان ديروا البلاد المكان والعنوان هكذا تعملوا جي بي اس يسموه جي بي اس راكم تعملوا بالجي بي اس هذو هذو غادي عندكم الهاتف هذا تعملوا بالجي بي اس تخدموا به باش يخدم باش يمشي الدكتور بعد النقطه يقول لك الطريق ويديك ويقول لك فوت مع هذا الطريق وفوت مع هذه فوت مع حتى توصل لهذيك النقطه شكون اللي داتك داتك النقطه هذا الشيء حصل عليه الانسان في عالم الظاهر بالتكنولوجيا بالعلم التكنولوجي قدرنا حقه أن النقطة لها فعالية تدينا من مكان إلى مكان اشتكى لي يقول هذايا لما بدا منك القبول وخرجت من سبيل الأسى وزج بعين الوصول وصلت بك مؤنسا جي بي اس يوصلكم وتأمنوا به ويديكم ولكن جي بي اس تاع الشيخ العالم عش من أمنوا جي بي جي بي اس تاع الرسول عليه الصلاة والسلام عش من أمنوا جي بي خرج وكان جي بي اس انت عنا نقول يا سيدي راه عندي واحد العدوان ولا راه في المريخ يديني المريخ قولوا انا عندي واحد العنوان في عالم الجبروت يعطينا طريق يعطينا طول الخط قولوا صح الجبروت بعيد بزاف بزاف ادينا عالم الملكوت يدينا جربوا ما تقولوش لا جربوا والله راه لما ما امناش وعرفناش بالسر الانبياء والمرسلين الا التقليد ليس بالوجدان الفهم نتاعنا جا فهم ناقص جنوبي تلخر النقطة هذه اللي تكلم عليها الشيخ العالمي هي سر من أسرار الله سبب الأسرة لله بعيد بزاف عليها اشتنديوا به اليوم باش يدفعنا اليوم في عصرنا لأبنائنا وبناتنا باش يعيشوا في سلم ويعيشوا في أمان ويعيشوا في اطمئنان ويعيشوا كيفاش هذا السر الرباني يقدر الإنسان اليوم يعمل في دار الدنيا وينفع به المخلوقات وقولوا هذه النقطة اللي رانا نتكلموا عليها وقولوا هذا السر من أسرار الله هذا السر في ذات الله هذا السر في أسماء الله وخلنا واحد المساعد روحوا
هم شوفوا احنا ذاكرين بس انا ذاكرين بطل ولا ولا حتى هذه المرض ما زلنا عندنا ايمان ويقين على الذكر اسباب كل شيء فاهم نقول يا سيدي هذه النقطه نديروها مركز في حياتي كيفاش معنى مركز هي يا ولدي يا بنتي يا كذا يا اخي يا صديقي ايش نبنوا حياتنا على مركز وهذه النقطه نسموها السلام اسم اسماء الله ما خرجناش عن المنهج ما زلنا في المنهج ولكن اجي يا اخي نتلاقوا على النقطه السلام الى بدناها هي مركز حياتي كي نجي نهضر كي نجي ننطق كي نجي نتكلم ان يكون النقطه نطقه نتفكر نقطه السلام نطق نتاعي يرجع سلام سنرد سلام نحط معنا كي نجي نبيع ونشري المركز نتاعي نقطه السلام ما نخوف ما نخدعش ما نخش في الميزان نخدم الخدمه على التوين اذا كنت نجار اذا كنت فلاح اذا كنت مدرس اذا كنت معلم اذا كنت امام نقطتي هذه النقطه مركزي سلام نخدم بها في المجتمع اللي عايش فيه هل ينفعك الله ماشي قاعدين هنا ونقرقروا في الجرائم فهمتوا لها المقصود لا الدنيا بنشطة ولا في الجدال والحمد لله والشكر لله فرحانين بالملاقاة حقيقة ولكن ادي النقطة وروح اعمل بيها في دارك في تجارتك في المدرسة في المسؤولية اللي هي عندك إلا كنت سياسي خدم بالنقطة السلام إن السلام أسم أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها شنو هذه ادعوه بها يا كي تحسبوا كيفاش نرفضوا يدينا ادعوه كي ندير نقدم شيء نقول له شيء نقدم ندعيه ندعيه الله اكبر فهمتني اذا دعيت تجي لعندي بتفهمنا لحدك لا دعيت السلام على السلام يجي ولكن هذه الدعاء الثاني جيتها حد اللسان ولا فتنطلب ومنطلب غطست في الروح سمحوا لي على هذا الكلام على كل حال شويه راني طلعت الحدود شويه سمحوا لنا لحدا لا ماشي انا نعطيكم درس ولا ولكن غيره على ان هذا الكتاب كان غايب عن الوجود فيها شحال من غرام ولا فيها هذاك أنت بس هم هم يسخن تعب هذاك بتبع عنده شحال فيها من غرام فيها 10 غرامات ولا 15 غرام هذا ما تجي شحال تسوى
ولكن النعمة والخير اللي فيها لا حدود لها. نطقة نقطة تكلم إلا على الباء ونقطة تحت الباء. في 21 صفحة ولكن قلت لكم باش تنفع المجتمع خلونا هذا الخير وهذه النعمة ما تبقاش مخبية عند البعض، خص يحمل بها الخاص والعام لفائدة الجميع. إذا الإنسانية كلها اتفقت على نقطة السلام، السياسة، السيستم هذا اللي راه العالم يمشي بيه، واش النقطة نتاعو سلام؟ لا، النقطة نتاعو ما هي؟ ريت مشي ما تعرفوهاش؟ هل من مزيد؟ هذا يقول الربا والاحتكار والكبير ياكل الصغير والكبر منه ياكل يجي يهجم عليه. هكذا مشى النقطة اللي تمشي في المياه ماشي ماهوش اسم السلام اسم القهار، خاش ما يدخلوش على النقطة، لا بد تخصم النقطة. لا يشبيك له ما يقدرش الإنسان يخرج على أسماء الله، سواء كانت أسماء الذات أو أسماء الصفات أو أسماء الأفعال أو أسماء النعم. خالق بارئ مصور له الاسماء الحسنى، شرط يكون نذكر فيهم المناجات. لا، شحال من اسم تكتب؟ اول هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، وراها شنو؟ شكون ينجم يقول انا ما عنديش ألف جلاتك عادي جلاتك عادي مع جلاتي ونريكم إلى عندي نقطة ولا لا؟ راه فيكم ولا سرة عندكم سرة ولا لا؟ هذه النقطة هذه النقطة معاه ممكن تتصل وجودك في الأرض دماغ وجوك الطعور فرقوا ما بينك وبينها. شكون في الإنسانية اللي يقول أنا ما عنديش؟ سيدنا عيسى عليه السلام وعندي الماء هو نفخنا فيه من روحي، يقول الله سبحانه وتعالى في حق مريم ومريم التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكانت من القانتين. أي مكانش ما عنده شيء، مكانش ما عنده شيء على هذا. إذا خلقنا الإنسان من علاقاتين اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علاقة
لا من كيفاش مكتوبة في القرآن، كيفاش مكتوبة في الدين، مكتوبة على كل مكتوبة على قتيل. الواحد الاحد شو القشي وحده دار احد مئة لتعريف كي زادوا كي دار مئة دار احد ولد احد ولا ولا وجود ولكن الاثنينية واحد زائد واحد للتعريف هذاك الواحد زائد واحد كي تزيد واحد يولي ثلاثة هو غير واحد تعيد النقطة كلمة النقطة رين تما ولكن احنا كبشر لا أقول هذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة وهذا مليار هي المليار ما هو هو واحد مليار ولكن هو واحد مليار اثنين مليار ثلاثة هو غير هو يجي تشوف غير واحد غير واحد غير واحد مليار ولكن احنا ندرسو يهرب لنا وحده وحدين يا رب توحيد يا رب هو موجود في كل شيء ولكن نوره سبحانه وتعالى وقدرته وجلاله وعظمات الله حجاب الله من كثرة نور الله بوجود الله وهو معكم وإنما كنت هو الأولين والآخرين والظاهر والباطن هنا غلط العالم دو نرجعو كيفاش ننفعو بعضنا البعض برجوعنا إلى النقطة إلى أن مركزنا نقطتنا السلام بغينا السلام سيدي نديرو الرحمن مبغيناش الرحمن نديرو الرحيم مركزنا يكون على صفة من صفات الله أو اسم أسماء الله مش الحكمة تقتضي
ليكون للكون أو فكلنا فأمه هامية. وما أدرك ما هي؟ نار حامية. أتعيش في تعب، في حرب، في اضطراب، في شكوك، في ذنوب، في نفاق، في غش، في الكذب، ما دام من بعد النقطة ناسوا الله فأنساهم نسيناه نسيتوه. باش بدأ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وسميت باش الفاتح. جات فتحت، فتحت لنا المجال، فتحت لنا الطريق، فتحت لنا الكتاب. جاء فتح، جاء مفتوح. إنا فتحنا لك فتحا. الفاتحة هي فاتحة الكتاب، نقرأها كل يوم في كل صلاة. والتي وشرنا نقرأها بنيتنا، إن للمرء همة لو تعلقت بالكون لجذبته على أنها قادرة تغذي همتنا، تقوي همتنا. اسمحوا لي أن طولنا عليكم. الملاقاة نكملها بواحد الحكاية نتاع الجحاف. هكذا باش تروحوا مبسوطين، كثرت عليكم بزاف التوحيد والنقطة وبزاف هذا الكلام بزاف هذا نخرجوا على حساب غير حسب القدرة نتاعنا، وتروحوا بالبسط والفرح والسرور. شحال واحد المرة مشى يزور واحد عنده حبيبه في واحد البلاد، تيه ولبس واحد الجلابة لاباس بها، دار واحد العمامة، واحد الشاشية حمراء، ودار السواك، ودار في العينين نتاعو الكحول، وركب على كان عنده واحد كرامته على واحد البغل، ودار السر اللي حكى عنه مليح وفرش. ومشى قصد هذاك، قصد واحد الحبيب اللي عنده في هذيك البلاد هذيك. وهذوك بال البلاد كان عندهم إمام، كان عندهم إمام، وهذاك الإمام مسكين توفى الله يحفظه. عندما تفكروا اخواننا اللي هما اللي ما تسبقوا في هذه الايام، سعيد بلال وسعد القادر الكوبي البارح ولا وحده الله، سافروا لحبان مشاو، سافروا سافروا ما ماتوش، سافروا. احنا عندنا قصه نقطه عمرها ولا تموت. الحمد لله. اللي غدا اللقطة تاعو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما تموت ما نرجعو نرجعو للحكاية تاعنا، ما نخرجوش عن الموضوع. وصلنا هذيك البلاد هذي، شوفوا هذوك السيوف،
بعد واحدة يعني زي لا بس بها ومعلم وكذا وكذا قالوا آه ربي واحد اللي وين يصلي بيدني. وبعد النهار هذا كانت الجمعة أسلي عاد ولو في الطريق أسلي أسلي ثلاثة أسلي ثلاثة أجي مرحبا بك دخلوها الخلاك اللي هم أنا يعرفوني جابوا دخلوا جابوا الماكلة جابوا نتاج جابوا الحلوى جابوا كذا 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 فرح نسلوهم كرامة وفي الأخير قالوا يا سيدي لله عليك عيش معنا المسجد راني من الجمعة مرحبا وسهلا قررت والدار والدار والدواه المسجد كنت داعي الدواه المسجد قال لي سيدي لا نجيب لنا الدار تسلم راه الإمام راه تعالى راه توفى الله يرحمه ماذا بك تجيب لنا صلي بنا الجمعة وتجيب لنا الدار طرح الفخ اش تيقول؟ يقول ما نعرفش جاتو كبيرة قال لهم صاحبي اطلع فوق المنبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس أتعلمون ماذا سأحدثكم به اليوم؟ وزيدوا كاع قالوا لا 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 يا سيدي لا قالوا إذا لم تعلموا بالشيء اللي هو باش نحدثكم به السلام عليكم وهبط أجروا وراه جروا وراه عاودوا بالله عليك تاع جابوه بالدرع عاود طلعوا من الدرع شيء قالوا أيها الناس هل تعلمون؟ نص قالوا نعم ونص قالوا لا ايه لا قالوا كلهم نعم استغفر الله قال كلهم قالوا له نعم وما خلوش يقولوا لي قالوا له نعم قال لهم اذا راكم مطلعين على الشيء اللي هو ماشي يقول لكم سلام وهو دون المرء اجروا وراه عاودوا جابوا الثانيه بسيدي يقولوا لا يهرب يقولوا واه يهرب النص قال واه ونص قال لا قال لهم ان الناس اللي هما راهم عانين بالشيء اللي ماشي يقولوه يقولوه للناس اللي يقولوه بالشعب انا هذا هو الدرس تاعنا اليوم هذه المذكره تاعنا اللي يعرف يعرف الله يجزيكم على التأخير وعيد مبارك سعيد إن شاء الله علينا وعليكم وعلى العائلات وسلامنا للجميع ورب يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله ويحفظ وطننا ويحفظ الأبطال الإسلامية عندما كانت من وحدها تحت النقطة هذه النقطة نقطة التوحيد نقطة التوحيد جالت وحد القلوب والأرواح شبحا وروحا يا سيدي جمع المشروح لراغي بالشبح الوحدة به تنفع ويضم لكم الفاتحة تشوف الفتحة نقولوا كي عندنا الحركات تحرى عندنا الحركة عندنا ثلاثة من أربعة ثلاثة من الحركات كاين الفتحة كاين الفتحة هيا الفتحة قولوا ما تشوف فتحة شا عندنا الضمة الضمة شتمل جات ضم الفتحة تفتح الضمة تجمع وش قصر اشتبه خافضة شوفوا آخر سورة في القرآن الكريم السورة الأخيرة في القرآن الكريم نحن ذات لها
قل أعوذ بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس زيدوا من شر الوسواس الخناس زيد الذي يوسوس في صدور الناس شوف شحال من مره حسبتوا ولا ما حسبتوا شوفوا آخر آية يا عبد الله قل أعوذ برب الناس من ننسى ربه الناس ناس الله فانساهم وانفسهم ضربنا الوسواس الخناس روحوا لعندو يرفعوا الهاتف راه يا شباب روحوا لهذاك الهاتف الدقال راكم تسلموا فيه سيدي جوجل سيدي فيسبوك وراه واحد أكثر منهم كامل يقولوا له كيفاش يقولوا تشات جي بي تي روحوا لوتوبو سقسوه يعطيكم المعلومات أحسن من كل شيء سقسوه روحوا تشوفوا يسقسوا هذا الشكل العالمي تشوفوا يقولوا لكم هذا الشكل العالمي جبال قصر الايمان وضعف الايمان جبنا بدابة من الارض تقريبا ان الناس كان في اياتنا لا يمكننا بدلنا العلاقه الروحيه بالعلاقه الالكترونيه التكنولوجيه ما تحتاج اليوم لا شيخ ولا مقدم ولا ولي كل شيء راه عندكم في الدار كل شيء راه عندكم رافدينو معاكم راه في الهاتف اذا بغيتو تحجوا راه تما اذا بغيتو تعمروا راه تما إذا كنتوا تسمعوا القرآن الكريم راه تما، إذا بغيتوا تسمعوا الحديث راه تما، إذا بغيتوا تسمعوا السماء راه تما، ويا إلى هذه هي الحياة، وهذا الميراث اللي وصلوا لبلادنا وبلادنا، راه الأمر طرفة، راه إجبار، موجود إقبال. روح الإدبار التكنولوجيا تنفع في بابها ولكن العلاقة لا تبدلش أبدا الله يجعل العلاقة لا تكون لله لا تكون لله ولرسوله ولأهل الله الصالحين أولياء الله الصالحين والعلماء الصادقين اللهم رب اجعلنا من أهلهم اللهم رب اكرمنا بنورهم وغدنا بغذائهم وشربنا من كأسهم وعرفنا يا الله بفضلهم عرفنا ماذا تريد لأننا نحن جاهدين حامل الأمانة
جهلا وظلما لأنفسي. اللهم ربي نعمتك ورحمتك وسعت كل رحمة، أرحمنا وارحم أهلنا وأمتنا وأحياء، وارحم الجميع والطف بالإنسانية كافة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يبشر بركة ويستخدم الله.